السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة كده جاية لكم بطريقة سهلة وبسيطة، وما فيش اسهل ولا احلى من كده. ان شاء الله كده تصوري فيديوهاتك باحترافية، طبعا زي ما انتم شفتوا في العنوان وزي ما انتم شايفين كده دي ازازة، تمام؟ كلنا طبعا عندنا الازاز دي بنرميها وملهاش اي لازمة معانا، فالنهاردة هستغلها وعرفك تصوري الفيديوهات بطريقة احترافية وسهلة جدا، ومش هتاخد منك اي مجهود ولا اي تعب ولا اي امكانيات، تمام؟ طبعا اي نوع ازازة بقى، يعني مش مشكلة نوعها ايه، مية، حاجة ساقعة، اي حاجة. حملها مية، تمام كده؟ انا مليتها مية، انا الغطا كده كده مش عايزاه، تمام؟ انا المية دي مجرد اللي هو تقل عندي علشان خاطر احط فيها عصاية السيلفي. طبعا عصاية السيلفي كلنا اكيد عندنا عصاية السيلفي، فهي دي اللي بستخدمها في التصوير. فابدأ اعمل كده اهو، بدخلها جوه، هي كده كده بتسقط، عايزه تطلعيها يعني تديها حجم اكتر من كده بتطلعيها عادي، هي اهي مساحه يعني، تمام؟ بس انا مش عارفه الثواني كده اهو، فردت السيلفي معاكي اهو، تمام؟ يعني ده الارتفاع بتاعه، ممكن ايه زي ما عايزه تنزليه اهو، تمام؟ ابدا بقى زي ما قلت لك احطها في السيلفي، ايه، في ازازه الميه. انا زي ما قلت لك ازازه الميه دي عباره عن تقل معايا، تمام؟ اما يعني اهو امكانيات بسيطه وسهله جدا، والسيلفي كلنا بنصور بيه. وابدا بقى ايه اظبطها زي ما انا عايزه، تمام؟ عايزه اعليها اوطيها، وفي الاخر بعمل بده بالزرار ده، معلش بقى عشان ما عنديش حد يصورني، اعمل بده اثبت بيه، تمام؟ هوريك ازاي. بصوا جبت لكم بقى تليفون ابن الصغنطوط، فهوريكي بقى الشرح عليه، تمام؟ انت اهو مثلا بتطبخي ولا حاجه وعايزه تجيبي التليفون كده اهو، بتنزليه عادي اهو، تقدري تتحكمي فيه، تنزليه تطلعيه، مفيش مشاكل اهو. وطبعا الازازه ثابته عشان خاطر فيها تقل، تمام؟ الازازه ثابته عشان تقيله، الميه محمله معاها، تمام؟ هي طريقتها سهله زي ما قلت لك، ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود، كله بعصايه السيلفي وبازازه ميه مليانه وفقط. وان شاء الله في فيديو جديد هعمل لكم الستاند بطريقه سهله وبسيطه، ومكونات برضو موجوده في كل بيت، ودعم بقى لغلاء الاسعار والاسعار اللي احنا بنسمعوها بسبب الستاند الصغير او الستاند اللي هو الطويل، ماشي؟ يا ريت بقى لو استفدتم من الفيديو، ويا ريت يعني تعملوا الحاجه دي سهله وموجوده في كل بيت، بدل ما تشتري الحاجه بالشيء وشويه. في نهايه الفيديو مستنيه تعليقات ولايكات كتير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.